بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل موضوع قتل أسد من رواية الولد الذي عاش مع النعام للصف السابع الفصل الدراسي الثالث. نتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم. حل السؤال الأول: شبهت الكاتبة القافلة في بادي الأمر بطابور من النمل، ثم طابور من أبناء آوى، ثم طابورا من الجمال والبشر. يخلق هذا التشبيه انطباعا بأن القافلة كانت آتية من مكان بعيد وبدأت بالاقتراب. أما السؤال الثاني: ما الصفتان البارزتان في شخصية بوبوط؟ الصفتان البارزتان في بوبوط هما العنف والضخامة. أما السؤال الثالث: اقرأ الفقرة التي تصف كيف قتل بوبوط الأسد وماذا فعل بعد قتله. يمكنكم العودة إلى الرواية وقراءة هذا الموضوع. أما السؤال الرابع فإجابته: التغير الذي حدث في مشاعر هدارة هو الانتقال من مشاعر الفرح لرؤية كائن مثله إلى مشاعر الخوف من رؤية قتل بوبوط للأسد، ثم الفزع بعد ذلك بوبوط تقطيع أطراف الأسد ودفنها. أما الإجابة عن السؤال الخامس: العبارة التي قالها هدارة والتي تثبت شعوره بالانتماء إلى الحيوانات بدلا من البشر هي: احذروا البشر، البشر خطيرون للغاية، إنهم يقتلون الحيوانات، قتل الحيوانات يروق لهم. أما إجابة السؤال السادس: بعد أن رأى هدارة لثاني مرة رجلا يقتل حيوانا اشمأز من البشر وتبرأ منهم وهم يريقون الدماء وهو لا يحب إراقة الدماء، فهي تجعله يشعر بالغثيان والتقيؤ. في الأخير كان كل ما أراده هو أن يكون بشرا بل نعامة وحسب. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، وإلى لقاء في درس آخر إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.